راح نعرض فيديو مهم، وبكره نبغى نتكلم عن موضوع ايضا مهم. احنا خلينا قلنا بعد ما تخلص الجوله اللي هو موضوع التذاكر. ابغى نتكلم المره اللي راحت كانت في مباراه بين الشباب والاتحاد اذا ماني بغلطان، وصار لغط، بعدين صارت مباراه النصر والشباب وبعدين صار لغط. ما نبغى احنا نفتح الموضوع بعدين يقول الناس عشان الفريق الفلاني عشان الفريق العلاني. خلصت الجوله وبنطرح موضوع التذاكر ذا بكره، لانه لازم ينحط له حل يرضي الجميع. الانديه تستفيد ماديا وهذا حقها يعني، والناس اللي المشجعين ما يكون السعر مضر في مساله الحضور الجماهيري. لازم نشوف حل متوازن بين الاثنين، لانه اللي واضح انه كل الانديه قاعده ترفع. يعني من الموسم اللي راح واصلا من سنوات موضوع تسعيره التذاكر إيه ما لها شكل ثابت، والموسمين الاخيرين الانديه كلها قاعده ترفع، اللي على ارضه قاعد يحاول يستفيد. وترى هذا كلام يشمل الجميع، ما شفنا نادي خارج المعادله هذه، وبالتالي نبغى نشوف لها حل، يعني يطلعوا لنا حل يحافظ على المشجع ويعطي النادي اكبر قدر ممكن من المكاسب الماديه العادله له يعني.